الحمد لله الكريم الوهاب وصلى الله وسلم على عبده الجامع لمحاسن الآداب سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب ومن سار على منهاجهم إلى يوم المآب. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الصوم متعلقات تتعلق به، من أظهرها الفطور والسحور، فجعل الفطرة ساعة فرح بإتمام نعمة الله على عبده أن وفقه لصيام يوم كامل مضى عليه فتم له صومه وحق له الثواب عند ربه فضلا من ربه سبحانه وتعالى. فكانت أولى الفرحتين المخصوصتين بالصائم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ووالله إن الفرحة الثانية إذا تمت لهي الأجل والأكمل والأعلى، إلا أنها ارتبطت بهذه الفرحة الأولى، تمام الصوم مقبولا عند الله تبارك وتعالى، رزقنا الله القبول. فندبنا صلى الله عليه وسلم في الفطر إلى أن نعجل الفطرة إذا تيقنا غروب الشمس، فمن شك أغربت الشمس أم لم تغرب لا يجوز له أن يتناول شيئا من الفطر ولا من الطعام ولا مما يبطل الصيام حتى يتيقن أن الشمس غربت. فإذا تيقن أن الشمس غربت فحينئذ يسن له المبادرة بالفطر، ولقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم مبادرته بالفطر وأنه يفطر قبل أن يصلي، فإذا دخل وقت المغرب أفطر ثم صلى صلاة المغرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت سنية التعجيل في الفطور من سنن الفطور للصائم، ولكن محلها كما ذكرنا وأشرنا بعد تيقن الغروب. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما هو الحال في سنيتي تأخير السحور. كذلك من آداب الصائم في الفطر أن يختار الفطر على الرطب أو التمر، فذلك هو الأولى والأفضل، وهو الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن إرشاده، فقال: خير فطور المؤمن التمر، فمن لم يجد قول صلى الله عليه وسلم فليحسو حسوات من ماء فإنه طهور. فالفطر على الرطب أول أو على التمر، وإلا فعلى الماء، أو كذلك على شيء حال إن كان له حلاوة من أصله من دون أن يكون مطبوخا فذلك أفضل. يتناوله وقت الفطر ولا يكثر من الطعام أول الفطر، بل ينبه المعدة بما تيسر له، وأفضله الرطب والتمر، ثم بعد ذلك يقوم إلى الصلاة. ذلك هو الأفضل، على أن عادات المسلمين تختلف فيما يتناولونه قبل الصلاة. وعلى كل الأحوال فالسنة القائمة في رمضان وغير رمضان هي منهج حسب ابن آدم: لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا هو الأصح جسما، وهو الأفضل ثوابا وجزاء، وهو الأوفق تربية وتزكية للنفس. يأتي في مسألة هذا الفطور وتعجيل أن يكون من جملة ما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم من التمر، كذلك يجب على المؤمن أن يتحرى أن يكون من حلال، فكيف يصوم عن الحلال ثم يفطر على حرام أو على شبهة؟ وحسبنا قول نبينا: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذا كان يقول بعض سلف الأمة: إذا صمت فانظر عند من تفطر وعلى أي شيء تفطر.
فتحرى الفطر من الحلال ليكون صومك مقبولا عند الله تبارك وتعالى، وهو الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا جل جلاله وتعالى في علاه. ثم اغتنم الدعاء عند الفطر، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد. وساعة الفطور ساعة الغروب من الساعات التي يكون فيها عتق من النار، عند طلوع الشمس وعند غروبها تكون من ساعات العتق الكثير من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. وللصائم دعوة ما ترد، وللصائم عند فطره كما جاء دعوة لا ترد، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. إذا علمنا هذا الفطور فكذلك مسألة السحور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سن لنا أن نتسحر، وذلك بأن يتناول الإنسان بعد النصف الأخير من الليل أي شيء ولو جرعة مما، لكن الأفضل أن يتناول شيء من الطعام، فإن كان فيه التمر فذلك أيضا من الخير، لما روي نعم سحور المؤمن التمر. فكما أنه في الفطور فكذلك ينبغي أن يكون في السحور نصيب من التمر، وأي طعام تقوى به الإنسان على الصيام فهو سحور، لكن السنة فيه أن يكون قريبا من الفجر. معنى قريب من الفجر أن يكون في وقت يتيقن فيه أن الفجر لم يطلع بعد فلا يقع في شك. النهي عن الوقوع في الشك نستفيده من جملة حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولما سئل بعض الصحابة وقد تسحر مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قام إلى الصلاة، كم كان بين السحور والصلاة؟ فقال قدر 50 آية. وقد قدر بعض العلماء أن تلاوة 50 آية كما يعهد من حال الصحابة يكون في مقدار 20 دقيقة، فينبغي أن يكون بين السحور وبين طلوع الفجر وقت يتيقن فيه صاحبه أن ما تناوله كان قبل طلوع الفجر مطلقا بيقين. فذلك هو السنة فيما يتعلق بهذا الفطور، ولقد سماه صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، فمن تسميته الغداء. ولقد سمعه بعض الصحابة ينادي إلى السحور فيقول هلموا إلى الغداء المبارك، هلموا إلى الغداء المبارك. وأكد عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. فكان سنة من سنن هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي تأخير السحور تنبيه على شيئين: الأول أن الوقت وقت استغفار ينبغي أن لا يأتي على الإنسان وهو نائم، فيكون مستغفرا في هذا الوقت ذاكرا لله تعالى. ثانيا أنه يستعد لإقامة صلاة الفجر، فلا يكون غافلا يطلع عليه الفجر في غفلة ويتعرض لضياع صلاة الفجر في الجماعة، أو لضياع فضيلة أول وقتها، أو لطلوع الشمس عليه وهو بلا صلاة فجر بعد، فهو يقوم بالصوم ويقصر ويهمل في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة. فوقت السحور وقت استغفار وقت ذكر، كما أن وقت الفطور وقت دعاء ووقت ذكر. وجاء تدعية وردت عنه صلى الله عليه وسلم مثل قولي اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وإليك أنبت، ومثل قوله ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ويا واسع الفضل اغفر لي. فينبغي أن يكون للمؤمن نصيب من هذه الأدعية عند غروب الشمس. وفي كل ليلة من ليالي رمضان وليلة يتوقع أن تكون ليلة القدر يكون له نصيب من دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيا أيها المؤمن خذ نصيبك من سنن نبيك في فطورك وفي سحورك، عسى أن تكمل فرحتك في الدنيا وعند لقاء الله تفرح بهذا الصوم المقبول لديه جل جلاله وتعالى في علا. وحسبك أن جعل لكل حسنة تعملها مضاعفة محددة إلا الصوم، فقال كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به، أنا أتولى جزاء الصائمين لا يقدر بحد محدود من قبل الملائكة ولا من غيرهم إلا الصوم
فإنه لي وأنا أجزي به سبحانه وتعالى. فعظوم شأن هذا الصوم، يقول سبحانه وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لأجل ذلك كله كان من جملة فرح الصائم عند فطره فرح بأن اليوم مضى عليه وهو على استقامة. إذا مضى اليوم والصائم على استقامة لم يخدش هذا الصوم بغيبة ولا بنميمة ولا بكذب، وترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، فرح بتمام هذا الصوم وفرح عند الفطر، على أنه فيما يتعلق بالفطر ينبغي أن يحرص على تفطير الصائمين. فمن فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجر من فطره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. هذا ثواب من فطر الصائم. تعددت الأحاديث في فضل تفطير الصائمين وحيازة الثواب بتفطير الصائمين، وأن من فطر صائما من مال حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان، وصلى عليه جبريل ليلة القدر. بل جاء في رواية كما ذكرها الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب وغيره: وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. هذا جزاء من فطر صائما في رمضان من مال حلال، لم يغش الذي أفطر عنده، ولكن قدم له المال الحلال وهو فرح. فحرص على أن تفطر عددا من الصائمين في خلال ليالي رمضان، تجمع إلى ثواب صومك ثواب مثل ثواب صوم غيرك، فتحصل على ثواب صوم كثير وأنت فرد بالتفطير للصائمين. فإذا تعاون في ذلك الأهل وأهل البيت والقائمون على الطبخ والقائمون على الخدمة في البيت، تشارك الكل في ثواب تفطير الصائم إذا عملوه بنية وبفرح ورغبة. هكذا أرشدنا على يد هادينا إلى الخير والهدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسار أيها المؤمن، جعلنا الله وإياكم من أهل حيازة الفرح بالصوم في الدنيا وعند لقاء الملك الأعلى جل جلاله. اللهم تقبل منا صيامنا واجعلنا من الصادقين معك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.